طبعا الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أكد خلال زيارته إلى النادي الصحي وبادي أنسول أنه التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمرافق الصحية هن السبيل لتحقيق الرعاية الصحية والمتكاملة، وأهمية أنه يتمتع طلاب الطب بالتخصصات المختلفة بالتدريب العملي الجيد حتى فيما بعد يعني يعتمدوا عليهم وعلى أنفسهم بحق الممارسات الطبية بعد التخرج. كما أكد وزير الصحة بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعم التعليم والصحة وتشجيع سموه للممارسات كافة يلي بتستهدف الارتقاء بقطاعي التعليم والبحوث والتطبيقات الصحية. عم نشوف طبعا معالي الوزير الدكتور حنيف حسن بجولته في النادي الصحي بادي أنسول سبا، وبعد شوي اكيد رح يمر على الشاشه ارقام التليفون اللي ممكن اكيد تستفيدوا من خلالهم. نادي صحي بادي أنسول هو احد المشاريع مجموعه كامبي لدوله الامارات اللي تسعى لتكريس جهودها إذن بس للتصحيح أكيد معالي وزير الدكتور حنيف حسن في جولته داخل الحرم الجامعي في جامعة الخليج الطبية اللي كنا عم نشوف طبعا الصور من شوي، أما الآن عم نشوف طبعا النادي الصحي اللي كنا عم نحكي عنه بادي أنسول أيضا الموجود داخل الحرم الجامعي في جامعة الخليج الطبية. هو أحد مشاريع مجموعة كامبي بدولة الإمارات اللي تسعى لتكريس جهودها لتحقيق الرفاهية وتحسين نمط الحياة في مختلف المجالات. طبعا عم نشوف المحلات داخل السبا، محلات رياضية موجود فيها مختلف طبعا الملابس الرياضية الخاصة، كمان النادي خاص بالسكواش، و يوجد هناك ملعب للتنس وكمان تقام مباريات وبطولات كرة القدم، كمان المسبح اللي عم نشوفه بهاللحظات، يعني ممكن أي فرد يتمتع هو وعائلته يعني يقضي جو عائلي أكيد داخل السبا. بالإضافة طبعاً لغرف مخصصة لتغيير الملابس والساونا، وحمام البخار ستيمينج روم كمان موجودة داخل بادي أنسول سبا الموجود داخل الحرم الجامعي في جامعة الخليج الطبية، كمان الجاكوزي وكمان القسم الخاص بعناية الأظافر وجمال كل السيدات. حاليا عم نشوف الجاكوزي، ايضا للجيم موجود فيه طبعا مختلف الالات الرياضيه، ممكن الانسان كمان بالرياضه مثل ما ذكرنا يحافظ على رشاقته، الات المشي الموجوده ووكر ماشين من احدث الالات الموجوده حاليا تم استحداثها، واكيد في داخل السبا
كده مساحة كبيرة جدا من الآلات الرياضية المختلفة، ومطعم التراس طبعا عم نشوفه حاليا على الشاشة. يعني يتم اختيار قوائم الطعام ومكوناتها من قبل الفريق من خبراء التغذية والطهات لتلبية احتياجات كل الأشخاص اللي بيقصدوا مطعم التراس. وأيضا في غرفة اجتماعات جزء خاص لكبار شخصيات الـ VIP، وبيشمل المطعم 250 مقعد. كما بيوفر المطعم الغداء وترتيبات خاصة للشركات، ويتم تنظيم اجتماعات الغداء بدقة من قبل إدارة المطعم. وأيضا تقدم القوائم الشخصية والخدمات لجميع المناسبات الخاصة مثل حفلات أعياد الميلاد والعشاء مع الأصدقاء. طبعا تجربة حقيقية للطعم الفريد، ببساطة المكان المثالي للترفيه ومشاركة الطعام. بنذكر أنه تعود ملكية نادي بادي أند سول ومطعم التراس لمجموعة ثامبي التابعة لرجل الأعمال السيد ثامبي محي الدين، يلي طبعا يولي اهتمام كتير كبير للمشاريع المتنوعة بالدولة، ويلي بتخدم قطاعات مختلفة بمجال التعليم والصحة والتجارة والبناء بجانب القطاع الخدمي والترفيهي. مثل ما عم نشوف البوفيه اللي بيكون موجود بالمطعم، إذا النادي الصحي بادي أند سول سبا حيث تجولنا داخل هذا النادي بمختلف أجزائه. إذا مثل ما شاهدنا نحن والمشاهدين دكتور السبا، أكيد بادي أند سول يلي تم افتتاحه داخل الحرم الجامعي في جامعة كلية الخليج الطبية في عجمان منطقة الجرف. وكمان كنا شاهدنا في البداية زيارة معالي الدكتور وزير، طبعا معالي الوزير الدكتور حنيف حسن لحرم الجامعة. وكانت زيارة طبعا يعني موفقة جدا، من خلال يعني تم استعراض الكثير يمكن من النشاطات. إذا بدنا نرجع لموضوع السمنة مع حضرتك دكتور خالد، يعني كنا عم نحكي قبل هذا التقرير عن أسباب بتخلي الإنسان يعني يصير سمين. من أحد أهم الأسباب هي عدم ممارسة يمكن الرياضة، فهذه